نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تحية طيبة لمشاهدي قناة المواطن ومستمعي هذه القناة المباركة. ومع السيرة النبوية وكما وعدناكم بهذه السلسلة المباركة، فتوقفنا عند الحديث عن خديجة رضي الله عنها وعن ورقة بن نوفل وما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الحلقة نخصصها للحظة من اللحظات الصعبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم من فترة الوحي، وهي اللحظة التي توقف فيها الوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ونتعرف كذلك عن الوحي وأنواعه باختصار. فبعد المفاجأة السارة له صلى الله عليه وسلم ولخديجة رضي الله عنها وورقة بن نوفل غفر الله له، فتر الوحي وانقطع قرابة 40 يوما. فهذه المدة مات فيها ورقة بن نوفل، واشتد الألم النفسي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرح لخديجة بأنه خائف على نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان يهيم في جبال مكة وشعابها، وكان كلما اشتد به الحزن تبدى له جبريل عليه السلام يقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيخفف عنه حزنه ويقلل ألمه، وتمضي الأيام والليالي. وهو يمشي يوما سمع صوتا من السماء فرفع بصره، فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء الذي هو جبريل عليه السلام قاعد على رفرف بين السماء والأرض، فرعب منه أشد الرعب صلى الله عليه وسلم. لماذا إخواني رعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في المرة الأولى التي جاءه فيها جاءه في صورة بشر، ودخل عليه بصورة وهيئة بشر وعصره وقال له اقرأ. أما هذه المرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر نزول الوحي، واشتد عليه ذلك كما ذكرنا، ولكنه سمع صوتا في السماء فرفع عينيه إلى السماء فرأى جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يعني رأيت جبريل في السماء له 600 جناح. 600 جناح، يعني الجناح يسد الأفق، واحد الجناح عظيم، خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، وهو من الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، كما قال: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وهذا منهم جبريل عليه السلام كما أخبر عنه النبي أنه له 600 جناح. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الرعب عنده صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه من الخوف، فلما أفاق رجع إلى أهلي يقول: زملوني زملوني، من شدة الخوف كان يقول لهم: زملوني زملوني، أو دثروني، لأن زملوني ودثروني بنفس المعنى، زملوني زملوني. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا بداية الدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فهجر والرجز فهجر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فهذا المقطع إخوة الإيمان له تشويق، عبر تشويق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي بانقطاعه مدة من الزمن.
فهذه المدة التي انقطع فيها الوحي كانت تشويقا لرسول الله، فلذلك كان ينتظر ويتلهف متى سينزل الوحي بشيء جديد. ثم من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بنبيه أنه كلما اشتد الألم والحزن على رسول الله أرسل إليه جبريل ليطمئنه ويبشره قائلا: يا محمد إنك رسول الله حقا. ومما يستفاد كذلك ثالثا بيان أول ما أرسل به صلى الله عليه وسلم، وهو النذارة والبشارة، لازم لمن قبل النذارة فآمن ووحد الله في عبادته وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر. فهذه الصورة هي التي كان بها بدء الدعوة إلى الله جل وعلا. وهنا سنقف بإذن الله حتى نبدأ الحلقة القادمة عن بداية الدعوة، ولكن حببت أن أبين شيئا عن الوحي وأن نعرف هذا الوحي الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صوره وما هو تعريفه. فالوحي إخواني أخواتي هو الإعلام السريع الخفي، وهذا الذي ذكره أهل الفقه، هو الإعلام الخفي السريع، وله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صور جاء ذكرها في القرآن الكريم من سورة الشورى. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إنه علي حكيم، هذه الآية جمعت أنواع الوحي التي يوحي به الله جل وعلا إلى عباده. فبيان هذه الصور كالتالي: أولا الرؤية الصالحة الصادقة في النوم، ذكرنا هذا أنه ما كان يرى رؤيا إلا أنها تأتي كفلق الصبح، والإلقاء في الروع والنفث فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا النفث هو نوع من الوحي الذي أوحى به الله جل وعلا، الإلقاء في الروع هو نوع من أنواع الوحي الذي أوحى به الله جل وعلا لأم موسى. قال جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. هذا الوحي هو نفث في روعها. نعم. ثم أن يأتي النوع الآخر، يأتي هذا الوحي مثل صلصلة الجرس، وهو أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد أنواع الوحي، كما أخبر عن نفسه من حديث البخاري إذ قال صلى الله عليه وسلم وقد سأله الحارث بن هشام عن كيفية إتيان الوحي له، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. تصوروا معي جرس كبير، أجرس كبيرة بجانبك تطن يعني تدق، فهذا يكون شديدا على المسلم. قال: وهو أشد علي فينفصم عني، يعني لما يذهب الوحي، وقد وعيت عنه ما قال. ثم النوع الآخر وهو أن يأتيه الملك في صورة رجل، وأحيانا يتمثل لي رجل فيكلمني فأعي ما أقول. هذا النوع حصل مع النبي منذ البداية، هو الذي جاء به بسورة إقرأ، وهو الذي أخبر عنه عمر إذ كنا جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فإذن يأتي الملك في صورة رجل. نعم. أما النوع الأخير وهو أن يكلمه الرب من وراء حجاب، كما تم ذلك له صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حيث فرضت الصلاة، فيكلمه الله مباشرة من غير واسطة، وهذا نوع من أنواع الوحي كذلك. هذه يعني نبدأ قصيرة عن فطور الوحي وعن صور الوحي
إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة لنتحدث بإذن الله عن بداية الدعوة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نسمع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.